فتحة خير لشباك الأمل إن شاء الله. الشعب بيتخن، أنت كمان عايزنا نعمل ريجيم في رمضان؟ يخرس الشباك اتفتح. تعال بص. هل جرؤت في أشد لحظاتك تمرداً على تخيل آثار وتداعيات إذاعة أغنية العيد فرحة للست صفاء أبو السعود في بداية رمضان، وإذاعة أغنية رمضان جانا للأستاذ عبد المطلب في ليلة العيد؟ هسيبك شوية مع الفكرة المرعبة دي. هو الوقت الصعب اللي احنا فيه ده مناسب عشان الواحد يحاول يبقى دمه خفيف ويرتكب فعل الابتسام والتحريض على الابتسام؟ الإجابة طبعا، لسببين. اولا، هيبقى وضع غير محتمل لو اضفنا تقل دمي لتقل دم كورونا. ثانيا، الابتسام وخفة الظل بيرفعوا المعنويات، والمعنويات العالية بتقوي المناعة وبتخلي فرص الانتصار على الفيروس اكتر. صدقني ده ساينس يا استاذ. الضحكة من القلب بتساوي 1000 ميلي جرام فيتامين سي. طب خد دي، فيروس كورونا مش هيعيش كتير. اشمعنى؟ لأن التجارب أثبتت إنه مفيش أي حاجة مصنوعة في الصين بتعيش كتير. خد دي كمان، الزباين في فرع بنك في نيويورك كانوا هيموتوا من الخوف لما دخل عليهم 3 شكلهم مريب ولابسين كمامات، بس الزباين أعصابهم استريحت لما عرفوا إنهم ما عندهمش كورونا ولا حاجة، وإنهم يدوبك جايين يسرقوا البنك. بعد جرعة المناعة دي نخش في الموضوع. ايه الحاجة المشتركة بين نيوزيلندا وتركيا وامريكا ومصر ولبنان وتونجا؟ فوق 30% من شعوب الدول دي وزنهم زايد، حتى لبنان وزنها زايد. لبنان بلد الرشاقة والجمال، تصور انها من اتخن دول العالم. غريب، احنا بنشوفش الحاجات دي في التلفزيون خالص. الكلام ده كان قبل كورونا، الفيروس اللي قاعد الجنس البشري كله يتخن تدريجيا على الكنبة. تصوروا الوضع هيوصل لفين لو استمر جلوس البشر كلهم كده في الليفينج روم 18 ساعة يوميا لمدة شهرين 3 كمان. الإنسانية هتبقى عاجزة عن إخفاء لظاظها البعد كورونيا. إحنا اللي يهمنا أساسا هو تأثير القعدة المطولة دي على الخصور النحيلة والقدود المياسة لشعبنا المصري الجميل، شعبنا المهدد بالإصابة بصدمة عصبية لما طوفة كورونا تخلص قريب جدا إن شاء الله، ويخرج للشوارع ويصرخ أنا ما دخلتش الكهف كده، أنا ما بقيتش أنا، كرشي مين ده؟ أنا عارف إننا حاليا شايلين هم الحياة والموت، ده هم أكبر بكتير من شوية كيلوغرامات زيادة ممكن نخسهم بعد كده في الجيم، على اعتبار إن نصدق إننا شعب بيمارس الرياضة يوميا وكده قبل كورونا. لا صحيح، أنا مصدق وشرف الكشافة مصدق، لكن السمنة كمان طريق سريع للعالم الآخر حسب منظمة الصحة العالمية، خطورتها صدق أو لا تصدق أضعاف خطورة كورونا. ضحايا السمنة أكثر بكثير من ضحايا كورونا. الأعداد السنوية لمن يموتون بتأثير أمراض مرتبطة بالسمنة في العالم أكثر من إجمالي ضحايا الحروب وحوادث الطرق وجرائم القتل مجتمعين. تصور أخبار نسب حضرتك إيه؟ خلونا الأول نفرق بين حاجتين، الأمراض اللي من أعراضها زيادة الوزن زي بعض أنواع الاختلالات الهرمونية أو القصور الاستقلابي. القصور الاستقلابي ده يعني الحرق قليل، دي أمراض محتاجة علاج والمصابين بيها زي أي مرضى تانيين نتعاطف معاهم ونتمنى لهم الشفاء ونساعدهم على قد ما نقدر. اللي احنا بنتكلم عنه هنا زيادة الوزن المرتبطة باللهط والشفط والأربعة عمال على بطال على سبيل التسلية، يمكن على سبيل تخفيف الضغط العصبي كمان. اللهط والشفط المرتبط بالقعدة اللي حضرتك وحضرتك قاعدينها دي، لما تستمر قدام التلفزيون ولا الكمبيوتر ولا حتى شاشة التليفون اليوم كله والأسبوع كله والشهر كله. أحب أقول لحضرتك إنه صينية البطاطس باللحمة الضاني واللية ما هياش علاج دائم للاكتئاب، علاج مؤقت يمكن. أحب أقول لحضرتك إن الصورة دي كفيلة بأنها تبوظ أعصاب الأمة المصرية كلها، ولأن كل واحد عنده صورة ذهنية عن جسمه ملهاش دعوة بالمراية ولا الميزان، واسأل أي عارضة أزياء هتقولك إنها تخينة. أه والله حاجة تنقض بصحيح، بس بتحصل.
المفهوم اللي يخلينا علميين شوية في النظر لأجسادنا هو مفهوم مؤشر كتلة الجسم الـ BMI، معناه الوزن بالكيلوغرام مقسوم على مربع الطول بالمتر. معقد يمكن، بس في تطبيقات وبرامج مجانية كتير جدا بتعمل لك الحسبة دي من غير ما تتعب نفسك، في مواقع إلكترونية كمان على قفا من يشيل. المهم تحت 18.5 هزيل، يعني محتاج ياكل زيادة. بين 18.5 و25 مناسب اربط عندك، بين 25 و30 زائد الوزن، يعني اللمبة الحمراء نورت، فوق ال30 سمين. لو أضفنا الجنس ذكر ولا أنثى وحجم الكتلة العضلية للمعادلة تبقى معادلة ما تخرش المية. السؤال هو يا ترى أنت فين من المعادلة دي يا مرزوق؟ منظمة الصحة العالمية بتقول لحضرتك أنه المصريين سنة 2018 هم امسك أعصابك يا رجل رابع أدخن شعب في العالم. 34.6% من البالغين المصريين وزنهم زايد، وهو ما يجعلنا أدخن دولة في قارة أفريقيا. يعني خدنا الكاس، هي لا تتجاوزنا عالميا إلا الشقيقة المملكة العربية السعودية 35.2%، الكويت 42.8%، وقبلنا على طول دولة اسمها بليز. فبليز خلي بالك، بصرف النظر عن إنه في ناس أنا مش عايز أقول أسميهم جات لهم حكاية القعدة دي على هواهم تمام، في حاجات كتير فعالة ممكن تتعمل. ستنا إيزيس وهي المسؤولة الأولى عن وزننا، التلاجة تتقفل بعد الفطار وما تتفتحش غير عند السحور، ويستحسن المطبخ كله يتشمع إلا بمعرفتك تحت طائلة التهديد بالشبشب أو القمص أيهما أوقع. مفيش طلب أكل من مطاعم الوجبات السريعة اللي جابت لنا الكافية، وممنوع قطعيا مشروبات الصودا المليانة سكر. عايز تتسلى وانت بتتسلى بالفرجة على ال 15 حلقة من المسلسل ورا بعض، اشرب شاي بليمون او بلبن منزوع الدسم او كل زبادي لايت. مفيش بطاطس ولا سندوتشات مربى على حلاوة على قشطة على عسل، يا نهار. ماشي، بالنسبة للي بيشتكي بأسلوب الأستاذ زكي رستم، طب أعمل إيه وأنا محروم من الجيم؟ أقول له ظروف الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية، اسأل طبيبك الأول لأنه هو الوحيد اللي ممكن يديك النصح الملائم لوضعك الصحي. اسأل الدكتور وإذا وافق اعمل اللي هقولك عليه، انزل السلم في عمارتكم واطلعوا 10 مرات يا أخي في اليوم. يا سلام لو كنت ساكن في الدور السادس تبقى بطل، لف حوالين ترابيزة السفرة 25 مرة، ويا سلام لو كانت 12 كرسي، العب ضغط لغاية ما ايديك تنمل، يوجا لغاية ما كل جسمك ينمل، شيل حديد او كوزين اسمنت لغاية ما عضلة البلح عندك تبقى كمتراي زي شوارزينجر كده. المهم اتحرك وخليك واعي لكل لقمة بتاكلها، كل عشان انت جعان مش عشان زهقان او كأبان. وللأمانة انا زي حضرتك كده هبتدي الرجيم من بكرة، متهيألي يعني انا وانت نبتدي من بكرة يا رشيق القوام. بكرة اللي ما بيجيش ابدا ده، الشباك مفتوح، الشباك مفتوح. يبقى تعالى بص.